خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فقال: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا تأدبا، حديث ابن مسعود: إننا نستحي من الله، لكن لم يقولوا إيش؟ حق الحياء، لأنه يصعب عليك. قال: ليس كما تقولون، إن من استحي من الله حفظ العقل، حفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأكثر من ذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زهرة الدنيا. هذا هو الاستحياء من الله حق الحياة، تحفظ هذا العقل، الأفكار الهدامة أن تبعدها، الفهم الخاطئ والهوى. أعدائي في الدنيا ثلاثة: هوى ونفس وشيطان. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر عند الطبراني وفي سلسلة الصحيح وعند المنذر في الترغيب والترهيب: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. هذه من المهلكات. وأن تحفظ البطن، البطن وما حوى، لا تدخلن في بطنك حراما من المال، ما نبت من سحد فالنار أولى به. حديث مسلم وحديث أبي هريرة. وثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وأن تكثر من ذكر الموت والبلى، فما ذكر الموت في ضيق إلا وسعه، وما ذكر في واسع إلا ضيقه، ومن أراد الآخرة ترك زهرة الدنيا. نعم.